بس. طيب لو عندي صداع انف واذن وحنجره، الصداع ده منين؟ لو انا عندي ناحيه مسدوده من الانف يعمل صداع الناحيه، لو عندي الناحيه الثانيه مسدوده يعمل صداع الناحيه، لو الاثنين مسدودين يشقوا الدماغ نصين. ففي صداع قاتل اسمه صداع الجيوب الانفيه. لو انت عالجت الجيوب الانفيه وبالتالي الاذن والحنجره، انت عالجت الايه؟ الصداع. لكن هتقعد تاخد مسكنات والجيوب الانفيه زي ما هي، انت ما عالجتش حاجه كده. طيب عندنا كمان التهاب اللوزتين، احنا قلنا عليه وشرحناه وشفنا التهاب الايه؟ اللوزتين مع التهاب اللحميه، والاثنين دول بيسد الزور خلاص. فبنقول لك خلي بالك، دفي نفسك، اشرب سوائل دافيه، استنشق البخار، ما تنامش في المروحه كتير، النوم في المروحه والتكييف بيبوظ الحنجره. طيب